السلام عليكم. الموضوع يعني اللي أثير في الصحافة الكتالونية هذه اليومين تقريبا، خصوصا اليوم، ألا وهو يعني قال لك يقال علاش قلت لكم أنا دي الصحافة ما تثقوش، راه تضارب كبير في الأخبار بالنسبة لفريق برشلونة. كل واحد كما كنقولوا بالدارجة ديالنا، كل واحد يلغى بالغاه. بعض المصادر تؤكد وبعض المصادر تكذب، إلى حد الآن الإدارة يعني لم تقول شيء. الكلام كثر حديثا عن فليك، وكثر حديثا عن يعني اهم مركز خص البارسا تجيبه، الا وهو لاعب وسط الارتكاز. كل الاتجاهات يعني خصوصا بقدوم فليك، كل الاتجاهات اتجهت الى كيميش. بعض الاخوه يعني هناك بعض المسائل تضحك. انا كنقول له كيميش، وبعض الاخوه قال لك لا سميتو كيميش شيشيش. لا يهمني اسمه، ما يهمني هو مركزه، لاعبه، قدرته، تنافسه. انا هادشي اللي كيهمني، سميه كما شئت انت. شوف انا ما كنضحكش، انا على يعني وقعوا بعض في التعاليق يعني جاني الضحك. المهم نبقاو حنا في كيميش او كيميتش اسيدي. الحديث كثر عليه بزاف، غادي يجيبوه ما غاديش يجيبوه، جا فليك يعني فليك غادي قال لهم انا غادي نقدروا نجيبوه غادي. ولكن ظهرت مؤخرا واحد العقبه، الا وهي عقبه ماليه يعني صعب انه البارسا تقدر تسلكها. كيميش يديه في الباير قال لك 19 مليون اورو. هل يستطيع يعني البارسا يعطيه 19 مليون اورو؟ اذا افترضنا بانه البارسا بغات تجيبو لانه خصها دير صفقه لفليك او صفقتين، انا كما قلت لك ضروري هذه الاداره غادي دير واحد الصفقه ولا زوج لفليك بعد على الاقل. الا مشات حتى تفاوضت معه ستتفاوض معه بنفس طريقه ليفاندوفسكي وبنفس طريقه غوندوغان. باش هذا فلي كيميش يجي يعني خص الاداره تقنعو، باش غادي تقنعو بالحوافز الماليه كما داروا مع ليفا. ليفا جابوه السنه الاولى غادي تدي 20، السنه الثانيه غادي تدي 25، السنه الثالثه غادي تدي 32، السنه الرابعه غادي يولي ينخفض السالير ديالك يولي 22 عليها قبل ليفاندوفسكي، لانه 3 سنوات السالير ديالو غادي يطلع. هذا حافز باش يجيك، سينو ما يجيش، لانه ليفاندوفسكي كان يدي في الباير مبالغ خياليه بلا عاد يعني المكافئات، لانه في برشلونه باش تدي مكافئات خصك تدي القاب. في الباير كانت مضمونه الالقاب. نفس الشيء ودرناه مع غوندوغان غادي يجي لبرشلونة، جابوه عطاوه 20 في الصالير ديالو، ولكن مع توالي المباريات، مع يعني الاستمرارية في الأداء الجيد، يرتفع الصالير. أظن بأنه البارسا ستقنع، لأنه بعض الصحفيين كيقول لك راه الثمن 19 بزاف، راه لابورتا ما يعرفش هاد الأمور هاد. لابورتا كل ما يهمه الآن هو أن ينجح فليك، لانه الا نجح فليك وفليك يعني صنع فريق، راس لابورتا كما كنقولوا غادي تحيد من المقصله، لانه راس لابورتا محطوط دابا في المقصله. لو كان لابورتا ما دارش يعني هذا التغيير في المدرب، لا اطاحت به يعني بعض الاعضاء وبعض العناصر داخل برشلونه، فكان يعني لازم عليه انه يجري على تشافي، لانه البعض قال بانه تشافي يعني راه ما تفاهمش، راه يمكن تخطيط الموسم المقبل هو كان السبب. كانت اراء مختلفه، راه التصريحات ديال كل هذا قالت الصحافه، يعني بعض التقارير الصحفيه، انا ما كنقولكش رسمي، ولكن بعض التقارير الصحفيه والمحيطين يعني بالبيئه نتاع تشافي قالوا بانه كل شيء هذا الشيء كذوب. الصح يعني على حسب نظرهم انه الاداره تخوفت من رده فعل الجماهير في الموسم القادم. ما تنساش بانه هذا الموسم فات صفري، ومين يفوت موسم صفري على اي كلوب، ماشي غير على برشلونه، اي كلوب من الكلوب الكبار، ما كنهضرش على الفرق الصغيره، اي كلوب كبير تفوت عليه هذه المواسم الصفريه تقع انتفاضه. فكان لازما انها توقع واحد الانتفاضه في برشلونه، الانتفاضه اللي وقعت الا وهي الاطاحه بالمدرب. هذه اول حاجه كيديرها اي كلوب، ما الامور ما تمشاش مزيان يطاح بالمدرب. نفس الشيء وقع في جيفونتيز، جراو على أليجري. لوجيك لوجيك لوجيك، ما تديش الله يعاون. فلهذا يعني البارسا يعني لابورتا يحاول ان يرضي فليك بكل الطرق. قال لك الصفقه نتاع كيميش ربما لن تتم، مازال الامور يعني المفاوضات معقده فعلا. فليك كيقول لك انا كيميش لانه كيثيق فيه،
وفليك خصو العناصر اللي تيق فيها باش يعطيك ريزولتا. وفتا فليك قالها الاداره يعني التلكيله قالها لهم نيشان، تجيبوا لي ننجح ما تجيبوليش ما تلومونيش بكل صراحه. فلهذا يعني انا كنقول بعيدا عن اراء الصحافه، بعيدا عن كلام الصحافه، بعيدا، انا كنقول بان المفاوضات نتاع البارسا مع كيميش غادي تمشي بعيد، لانه كيميش كما كنقولوا هو البروفايل ديالو يعني السيره الذاتيه ديالو تناسب تماما فريق برشلونه. ولكن 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 ندير واحد النقطه والرجوع الى الصدر، هل كيميش فعلا لاعب ارتكاز حقيقي؟ هذا سؤال. انا كنت قبيله كنهضر مع بعض الاصدقاء طرحنا هذا التساؤل، واش فعلا كيميش لاعب ارتكاز حقيقي؟ كيميش البدايه ديال المسيره ديالو فاش جابوا غوارديولا، فاش صنعوا غوارديولا، فاش يعني بينوا غوارديولا لعبوا كظهير ايمن. من بعد غوارديولا كان كنا كنعرفوا غوارديولا يعني كيعطيك حريه انك تلعب في كاع لي بوست، فين ما شافك مزيان يجربك. غوارديولا شافوا بسبب الاصابات، بسبب بعض المباريات، بسبب كذا، جربوا في الوسط، لقاه يعطي في لعب الارتكاز. ولكن راكيم مش صراحه ليس بلاعب ارتكاز حقيقي، ولكن يؤدي بشكل جيد، ومع توالي المباريات تطور في هذا المركز. كيميش راه يلعب لك كاع في مراكز وسط الميدان، يلعب لك ريكوبيراتور، يلعب لك مثلا لاعب ارتكاز دفاعي فقط، يلعب لك لاعب ارتكاز دفاعي هجومي بحال بوسكيتش، يلعب لك لاعب وسط هجومي، يلعب لك مدافع ايمن، يلعب لك مدافع متاخر بحال يقدر يلعب في بلاصه اراوخو، بلاصه كوبارسي، متعدد الخصائص. وهذا النوعيه نتاع اللاعبين لازم وضروري على لي كرون كلوب بحال برشلونه اللي بغات ترجع للقمه خصها تجيب هذه النوعيه نتاع اللاعبين. انه ما تعرفش انت بحال مثلا هاد لا سيزون راك شفتو كاع لاعبي الوسط ديالنا اصيبوا كلهم، لقينا الحل في لاماسيا. ايوا لو كان ما كانتش لاماسيا كاينه وما ما لقيناش لاعبين واجدين في لاماسيا، ما كاين والو. تنضرب لك غافي مشى سيزون كامله، تنضرب ديونغ راك شفتوه 3 شهور ولا عاود تنضرب 3 شهور 4 شهور ويولي، تنضرب لك بيدري ثاني كل مره يمشي لك 3 شهور، بقى عندنا الوسط خاوي. بقينا نضطروا نلعبوا بروميو وطلع فيرمين لوبيز، ولو كان هذا فيرمين لوبيز ما نجحش مثلا فما كان سيكون مصيرنا، كون درنا شي تبهدله اللي ما كايناش كاع كاع في العالم. صافي يعني غامر وعطى الفرصه للشباب، والشباب يعني كما كنقولوا ما خيبوش الامل. ولكن هاد الصدفه هذه ما غاديش تكرر كل سنه، يعني بصراحه تقدر تكرر واحد السنه سنتين، ولكن تقدر واحد الوقيته ما تلقاش باش تلعب. فلهذا يعني الاتجاهات نتاع الاداره نتاع برشلونه والمطلب الاساسي الا وهو كيميش، ولكن كاين مطالب اخرى. راه ماشي غير كيميش والريدو، فليك طلب ورقه رابحه قال لهم انا كيميش نعرفه. وحتى كسافي قبل ما يجي هذا فليك كنا كنهضروا على كيميش، يعني كيميش لاعب متعدد الخصائص تحتاجه البارسا بكل قوه. السالير ديالو كبير، ديونغ يدي اكثر منه، ديونغ يلعب بوست واحد او دو بوست كاع الا كثر. جربوا ياك صافي جربنا ديونغ في لاعب مدافع متاخر، ماتشات صغار يقدر يعطيك ولكن في الكرون ماتش ما يعطيكش. فلهذا هاد النوعيه هادي حتى لو عطيتو 20 في الصالير يستاهلها، بحال راك جايب 6 ولا 7 اللاعبين في بوست واحد، او عفوا جايب 6 لاعب واحد يلعب لك 6 ولا 7 ديال لي بوست، يعني يرون بلاسي اي لاعب، ما جربوهش غير في الهجوم، ربما في الهجوم يعطيك كنت لعبوا 7 ولا 11 يقدر يعطيك. فلهذا يعني انا كنشوف بان هاد الصفقه تاع كيميش صفقه جد ضروريه. بالنسبه مثلا للبروفيل تاع زوبيميندي، لانه طرح لي هذا السؤال، تكون جبنا تا زوبيميندي مليح، مليح ما كنقولكش ماشي مليح، زوبيميندي مليح دفاعيا وهجوميا، ولكن يلعب غير في وسط الميدان، يعني يلعب لك غير في ذاك اللاعب تاع الارتكاز، تلعبو كلاعب ارتكاز دفاعي يعطيك، تلعبو كلاعب ارتكاز دفاعي هجومي يعطيك، تلعبو كلاعب وسط هجومي يعطيك. ولكن البروفيل تاع كيميش ثاني من واحد الناحيه احسن من زوبيميندي، ولكن زوبيميندي ثاني واحد النية اصغر من كيميش، يعني زوبيميندي لاعب نتاع المستقبل، ولكن كيميش في الظرفيه الحاليه اللي حنا نمروا فيها باش يولي الفريق، ومن بعد دبر نتاع لاعب ارتكاز بلاتي عليك. السيد راه يلا عنده 30 عام، غادي يدير 30 سنه كاع، راه عنده 29 سنه غادي يدخل 30 سنه، يعني باقي يعطيك واحد 3 سنين على الاقل، سيرتو الا لعب في لاعب وسط. وما تنساوش لي زالمون يعني يمتازون بالقوه البدنيه، يقدر يلعب حتى 34 35 سنه، سيرتو كيميش يعني معروف بدنيا قوي. فلهذا يعني الاراء اللي كدور في الصحافه والهضره اللي كدور في الصحافه، وقعت بعض المقارنات
هل كيميش احسن دي يونغ او دي يونغ؟ ما تقارن ليش كيميش بدي يونغ، لا مجال للمقارنه. كيميش يتفوق على دي يونغ في كل شيء، في كل شيء. المحبين تاع دي يونغ ما غاديش يعجبهم الحال، ما عندي ما ندير لك، الواقع هو هذا. بالاضافه الى ذلك فليك كان طلب واحد ثاني لاعب اخر بديل، قالوا بانه اللاعب تاع بيتيس كان هو اول صفقه. مليح مليح، لانه لا سيزون طويله، يو كنت نضرب هذا كيميش نقد نفرجو. الور الامور يعني الماديه هي اللي غادي تكون حاسم مهم يعني في نجاح الموسم الجاي نتاع برشلونه او في ضياع موسم كما هذا الموسم هذا. ارى الامور الماليه مرتبطه ارتباطا كبيرا يعني في المرحله، في مرحله كان اللي غادي نسميها واحد المرحله، مرحله الاقلاع السنه المقبله. لانه الكل دابا شوف درنا يعني اهم حاجه، المطالب كانت كثيره، خصك صافي يمشي، خصك صافي يمشي، ومازال الاراء مختلفه. راه كاين اللي كيشوف بانه هذا الفريق هذا يمكن فليك يردو، يمكن يعني يطور بعض العناصر. فعلا التطور غادي يكون بدني، ولكن واش التطور غادي يكون تقني؟ واش غادي التطور يكون مثلا تطور في العقليه؟ واش التطور غادي؟ راه هذو هما الاسئله التي يجب طرحها. بدنيا 100% فليك غادي يطور، 1,000,000% فليك غادي يطور، ولكن واش غادي يقدر يطور لهم نفسيا؟ واش غادي يقدر يطورهم عقليا؟ واش غادي يقدر يطورهم تكتيكيا؟ واش غادي يقدر يطور المهارات ديالهم؟ هذا هو التحدي الاكبر. لا راه ماشي الجانب البدني بوحدو لن ينفع في شيء، وانا دائما نقولها الجانب البدني ما ينفعش بوحدو. لو كانت الجانب البدني ينفع كره الباير تدي كل شيء هذا العام، ولو ويمكن الفرق الانجليزيه اي فريق انجليزي يدي كل شيء، لانه هذه الانديه هذه قويه بدنيا على كل الفرق تاع العالم. الانجليز الالمان هما الوالو، ما تقوليش الطاليان، الطاليان صلابه ماشي قوه بدنيه. الطاليان عندهم القوه البدنيه ولكن صلابه، تلاحم الطاليان تاني ستيل اخر. بالنسبه للعب المفتوح اللي كاين عند الاسبان وعند الارجنتينيين ولا اللاعبين اللاتينيين بصفه عامه والبرتغالي وكذا، هادو تاني كيحتاجوا شيء اخر. اعطيه القوه البدنيه ما تعطيش الفنيات لانه يفعل شيء. كاين بعض المطالبات بتغيير طريقه لعب البارسا. انت جاي تاع البارح زايد البارح في الالفينات وزايد، يعني ما كنعممش، ولكن راه كاين بعض الدراري صغار زايد في الالفين ولا زايد في 2010 يقول لك خصنا نبدلوا العقليه وطريقه اللعب تاع برشلونه. راه البارسا تاسست هذه 125 عام وهي تلعب بنفس الطريقه، تجي انت يا ولد البارح تبدل الطريقه نتاع بحال هاد الناس هادو كي درت تناقش معاهم. وبقى يعطيك يقول لك انت يا ما تفهمش كره وكذا، مي كتسول شحال عندك ولدي من عام؟ كيقول لك انا عندي 17 سنه. او 17 سنه انت يا بديت البارح تفهم؟ انت جيل ميسي، جيل غير ميسي، باغي انت كلوب يبدل الفلسفه ديالو والطريقه نتاع اللعب ديالو باش تكون انت على خاطرك، لانه انت باغي النتائج. حنا نهار اللي شجعنا هذا النادي هذا كان ما عنده والو، كان عنده غير القاب محليه، تا الشامبيونز ليغ كان ما عمرو داها. حنا شجعنا هذا النادي وبغيناه لطريقه لعبه. علاش البارسا مختلف على العالم؟ بالطريقه وبالاسلوب تاع اللعب ديالو. فليك من بين اهم البنود اللي دارت في العقد ديالو انه يحافظ على طريقه لعب البارسا وقبلها، كون ما قبلهاش يقولوا له سير في حالك. باش نكونوا واضحين ونبدلوا نبلعوا هذا الموضوع، لن تتغير ابدا طريقه لعب البارسا، لانه منذ التاسيس تاسست على هذه الطريقه هذه. ورا شوف راه كل كلوب والخصائص ديالو، نهار اللي كتبدل الخصائص ديالك تضيع. شوفوا ليكزومبل تاع تشيلسي، شوفوا ليكزومبل تاع مانشستر يونايتد، شوفوا هادو بدلو في طرق اللعب ديالهم، الله ما يتفروا، راهم عايشين في الضياع. شوفوا ميلون اسي، كانت ميلون اسي كانوا يقولوا البارسا الاولى ميلون اسي الزوجه في العالم في طريقه اللعب، لان انتم ما كتعرفوش ميلون اسي بكري كانت داير، ما تعرفوش بانه ميلون اسي تبنات وتصاوبت على عن طريق هولنديين، لانه التجربه الهولنديه اللي نجحت في البارسا نقلوها في ميلون. ميلون غزات العالم بها. يجي واحد الولد اليوم عنده 13 ولا 14 عام كيقول لك البارسا خصها تبدل العقليه، شيء يعني انا هذه الاشياء تضحكوني وفي بعض الاحيان تحزنون، لانه كنشوف واحد الشباب ما فهمش ما معنى كره قدم. تصحاب له كره قدم مجرد الدراري كيجريو ماركي والمهم تغلب. راه كاين البعض اللي يخرج برا خصو غير الفرقه ديالو تغلب، باش ما بغات تغلب المهم خصها تغلب. وهذا هو يعني الشيء الصعب في كرة القدم الحديثة والجماهير الحديثة نتاع كرة القدم. وشكراً.